المحبة ومساعدة الغير هي رسالة السيد المسيح على الأرض، ومن منطلق هالرسالة زارت أخوية العذارى الحكيمات من رعية القديس جورجيوس للروم الأرثوذكس جمعية استضافة المسنين بحي الطوال بمنطقة البارحة بمحافظة إربد، ونظمت هالنشاط الخيري. أول شيء كان في لقاء مع رئيس الجمعية السيد حسين لافي ومديرتها السيدة غادة بكار، ودردشوا هيك شوي مع الأخوية عن الجمعية وأهدافها. وهون بلش النشاط الخيري للمسنات، واللي اشتمل على فقرة طبية وفقرة مسابقات وتجميلية مثل القص والسشوار. وبصراحة اليوم كان يوم مش عادي أبداً، والتقرير اليوم مش مثل أي تقرير. أنا شخصياً كنت كثير مبسوطة وأنا بعمله لمجرد البسمة اللي انرسمت على وجه كل سيدة كانت موجودة معنا. الجمعية تأسست من عام 2006 بجهود شخصية من أعضاء الجمعية، واليوم وصل عددهم لسبعين عضو لضم الجنسين من فئة كبار المسنين، وإيماناً منهم من إنه الكبير هو أب أو أم لكل عائلة وضرورة الاهتمام فيهم، إجت فكرة الجمعية وأكيد لتخدم الإنسان، واللي بيميزها إنها فقط بيت أو نادي استضافة لكبار المسنين لا يقضوا يومهم فيه بالوقت اللي ما بيكون أي فرد من أفراد العائلة موجود، لأن واجب العائلة تهتم بكبير السن مش تبعثه لدور الرعاية. ومش بس هيك، بتحاول إدارة الجمعية عقد دورات تدريبية وتثقيفية بمختلف المجالات لكبار السن، وبتحاول كمان تشركهم بمشاريع مدرة للدخل. لكن اللي لاحظته هو سوء البنية التحتية اللي بيعاني منها المكان، وهذا كله لضعف الإمكانيات المادية. هذا النادي بحاجة إلى حديقة حتى يكون جميع أركان نظام الجمعية مكتمل، فلابد من وجود حديقة اللي تشمل هاي الشريحة بحيث أنهم ما يكونوا محجوزين داخل إطار القاعات اللي احنا عملناهم، لأنه يعني خلينا نقول في فترة الصيف مفروض أن المسن يجي ويترفه ويقعد ويأخذ حريته. أعمالنا بالجمعية يعني خلينا نقول لك إياها بشكل عام هي عبارة عن حضانة عامة لكبار السن. كيف يعني؟ يعني كل فرد من أفراد المجتمع عنده كبير سن في البيت، وحتى ما يكون موجود لوحده أثناء فترة دوام الأب أو الابن وزوجته يكون موجودين في هذه البيت، فإحنا بنقول لهم يا عمي هاتوا أبوك لعنا الجمعية حتى يقدر ينخرط مع من أقرانه من جيله ويقعد يتونس معهم، في حال أي واحد منهم من هذا الطرف أنه يقدر ينهي دوامه فبيجي بيأخذ أبوه من عندنا في الجمعية. طبعا الجمعية تعاني من ضيق من شح الموارد، لأنه ما في أي جهة رسمية أو حتى خير نقول أهلية زي ما كنا متعودين في السنوات السابقة أنها تدعم الجمعيات الخيرية، لسبب واحد أنه يعني منعاني من شق أنه الإعفاء الضريبي، أنه الجمعيات الخيرية فقط تمنح ب 25% من قيمة الإعفاء الضريبي، بينما خلينا نقول الأوقاف والمقدسات الإسلامية بتعفى 100%، فإحنا بنطالب إنه هاي الإعفاءات إنه تتساوى مع الأوقاف، بحيث إنه يعني أي مجال لمحسن إنه يقدر يدعم هاي الجمعية ينتفع من نسبة الإعفاء. فلما بكون 25% لا بقول لك بروح على الجانب الآخر اللي هو ممكن يشملني 100%، فيا ريت إن الحكومة تولي هذا الجانب بالذات تحديدا أنه توحد قيمة الإعفاءات للجمعيات الخيرية، لأنه الجمعيات الخيرية هي رديف أساسي لوزارة التنمية. الكنيسة جزء أساسي من المجتمع ونسيج الوطن العزيز، وبالنهاية في رسالة لازم توصل من الكنيسة والأخوية للمجتمع، وهي رسالة سلام ومحبة. اليوم حبينا ننقل نشاطنا للمجتمع الخارجي، حبينا مثل ما بيعلمنا دائما السيد المسيح نعمل الخير مع الشخص الآخر مين ما كان يكون، نعطي بمحبة نعطي بسخاء. عشان هيك اليوم قررنا سيدات الأخوية العذارى الحكيمات إنه نعمل نشاط خيري لدار المسنين في إربد للسيدات. نشاطنا كان اليوم هدفه
الأساسي والسامي توصيل رسالة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح، اللي هي رسالة سلام ومحبة. حاولنا اليوم بنشاطات مختلفة، ترفيهية، نشاط طبي، نشاط تجميلي، ندخل الفرحة بقلوب السيدات اللي هم كبار السن. للأسف اللي احنا وصلنا لمكان صاروا فئة غير مرغوب فيها في كثير من المجتمعات. حاولنا اليوم انه نزورهم في دار المسنين، نقدم لهم نشاطات مختلفة، نقدم حالنا كسيدات كنيسة، نقدم رسالتنا، رسالة المحبة مثل ما حكينا، وإن شاء الله تكون وصلت رسالتنا. منحاول بهاي النشاط إنه نحفز السيدات المجتمع الأخريات إنه يكون نشاطنا خارج إطار الكنيسة، نطلع على إطار المجتمع الخارجي، وإن شاء الله نكون اليوم أدينا رسالة، رسالة محبة وسلام. وكمان اللي بيلفت النظر وجود قاعة خاصة للأزمات والعلاج الطبيعي، مجهزة بالمعدات والأسرة. يعني إذا لا قدر الله بيت أي عائلة من العائلات بتعرض لخطر بالمنطقة، بتم استضافتهم بهالمكان. وبعد هالتعارف والمسابقات صار بدها لقمة هنية، وبعديها تحلاية الهريسة، أوه إشي غير شكل، وفيها نختم يومنا. الرسالة اللي إجت عشانها الأخوية تحققت اليوم، وأكيد نشاطات مثل هيك على الطريق. فرسالة المحبة والسلام ما بتتوقف على عمل واحد، والجميل إنك تعرف معنى العطاء، والأجمل إنك تعطيه. من إربد لقناة نورسات، نيفين حداد.